السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالرغم من إعراض الحضارة الغربية عن الدين لأسباب تاريخية، فإن عددا كبيرا من ألمع فلاسفة الغرب يقرون بأن فكرة الدين داخلة في أصل تكوين الإنسان، يستدلون على ذلك بأن التاريخ البشري لم يعرف مجموعة أو مجتمعا خلا من دين أو متدينين. لكن ما هي فكرة الدين؟ وبكلمات أخرى، ما جوهر الدين؟ هل هو الشعائر والعبادات فقط؟ وكيف يمكن فهم ظاهرة التدين؟ وهل يمكن فهم الدين بدون تدين؟ وهل نص الإسلام أو أشار إلى أنموذج مثالي محدد للتدين؟ أم أن التدين تتغير طبيعته تبعا للزمان والمكان؟ مشاهدين الفاضلين، هذه حلقة جديدة من برنامج مقاصد، تبحث موضوع الدين والتدين منطلقين في تحليل الظاهرة وفهمها من الإسلام. تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها. للحديث عن موضوع حلقتنا نرحب بضيفنا الأستاذ الحسن بن علي الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي وعضو رابطة علماء المسلمين. أهلا وسهلا بكم شيخ حسن. حياكم الله يا كريم، بارك الله فيكم. نعم أستاذنا المفضل، يعني في سياق محاولتنا للولوج إلى جوهر الدين ومعرفة كنهه وماهيته، وطبعا يعني لا جرم أننا حينما نطلق الدين مصطلح الدين فنقصد به الإسلام، نحتاج من أصل الوصول إلى جوهره وكنه أن نسأل عما إذا كان الدين في جوهره هو مجموعة العبادات والشعائر المطالب بها المعتنق لهذا الدين، هل الأمر كذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، أشكر الإخوة الكرام في هذه القناة الطيبة على أن أتاح لي هذه الفرصة لألتقي بهذه الوجوه الطيبة. أهلا وسهلا. ونكون في هذا اللقاء. حقيقة الدين جاء من كلمة دان يدين، فمعناها ما يلتزم به الإنسان لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل ما كان عن يوسف عليه السلام ما كان يأخذ أخاه في دين الملك. فالدين هنا المقصود به القانون. فإذا الدين يدخل فيه القانون ويدخل فيه التشريعات، سواء كانت ربانية أو أرضية أو ما إلى ذلك. لكن الدين الحق هو واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي ارتضاه الله عز وجل للأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له في آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين هو الإسلام، وهو الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا كل من تدين لله، بمعنى أنه استسلم لله سبحانه وتعالى وأقر بأحكام الله عز وجل، فهو مسلم متدين بدين الإسلام. وأما من تمرد على دين الله عز وجل ورفض أحكامه سبحانه وتعالى، فهذا ليس متدينا وليس ملتزما بدين الله سبحانه وتعالى. فبناء على هذا القول، إذن الدين هو ما يتدين به الإنسان، ومنها جاءت الدينونة، ومنها جاء القضاء، أدانه القضاء، يعني فرض عليه أحكاما معينة. فالكلمة كلها ترجع إلى أصل واحد. طب هذا الأصل، يعني هذا الأصل إذا أردنا أن نغوص أكثر في مفهوم هذا الدين، هل يقتصر الدين فقط على الشعائر والعبادات؟ بمعنى أن الإنسان، أي إنسان مسلم، نتحدث عن الإسلام طبعا هنا، عندما يأتي بشعائر الإسلام من صلاة وزكاة وصيام، هل يكون حقق بذلك الدين أو التزم بالدين أو أخذ بالدين؟ نحن عندما نتحدث عن الدين فإنما نتحدث عن الإيمان به، وكما هو معلوم أن الإيمان قول وعمل. يبدأ الإيمان في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان في القلب والإسلام العلانية. فإذا الإيمان يبدأ في القلب. إذا استنار القلب بدين الله عز وجل، استنار بأحكام الله سبحانه وتعالى، استنار بوجود الله سبحانه وتعالى وبرسالة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ينطق بذلك. وبهذا نعلم أن الدين والإيمان هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الأركان. فيدخل فيه ما يشعر به الإنسان في قلبه من المحبة والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور.
ويدخل فيه ما ينطق به بلسانه من الشهادتين وتسبيح الله وذكره والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من الأمور، ويدخل فيه أعمال الجوارح التي منها الصيام والصلاة والصدقة والجهاد وما إلى ذلك من الأعمال. إذن الإسلام هو شيء متكامل يدخل فيه هذه الأمور الثلاثة، كل ما يقوم به الإنسان من اعتقادات في القلب ومن نطق باللسان ومن عمل بالأركان كله يدخل في دين الله عز وجل. والناس تجاه هذا الأمر مقل ومستكثر منهم، ولذلك نقول إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلذلك من كان ملتزما بدين الله وعاملا به قولا وعملا يكون في المرتبة العليا من التدين، وخاصة إذا كان ما يقع في قلبه من توحيد الله ومحبته والغيرة على دينه ورجائه وخوفه إلى غيره شيئا عظيما، فهو في مقام الأولياء والصالحين. وأما كان أقل من ذلك فكل بحسب، حتى نصل إلى آخر مسلم وهو الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان مع ارتكابه للمعاصي والمصائب وما إلى ذلك من الأمور، فله نصيب من إيمان ينجيه يوم القيامة ولو دخل النار فسيخرج منها. طيب أريد أن أغوص معك شيخ حسن إلى منطقة ربما أعمق قليلا، ماذا عن التصورات؟ ما الحدود التي يصوغها الإسلام، الدين الإسلامي الإسلام، بالنسبة لتصورات الناس للحياة والكون؟ ما حدود الدور الذي يؤديه الإسلام هنا في هذا السياق؟ الدين يعطي الإنسان منظورا شاملا عن الحياة الدنيا وعن الآخرة. الدين هو الذي يجعل الإنسان هدفا في حياته، فلذلك عندما يلتزم الإنسان بدين الإسلام ويؤمن به ويفهمه جيدا، يعني القضية ليست فقط إيمانا به، فهي يدخل فيها أيضا الفهم السليم لدين الله عز وجل، فإذا فهم ذلك فإنه سيفهم سر وجوده، ما هو سر وجودنا على هذا الكوكب الأرضي وما هي مهمتنا وما هي واجباتنا، وعندئذ ماذا سنلقى بعد أن نموت وما هو مستقبلنا. إن هذه كلها تجعل الإنسان المسلم بصيرا بحياته وبصيرا بمستقبله، بخلاف الإنسان الملحد أو الإنسان الذي لا دين له فإن تصوراته تكون مشوهة وتكون قاصرة، وهذا الذي يؤدي بكثير من هؤلاء غير المتدينين إلى الانتحار وإلى اليأس من الحياة وإلى ارتكاب أمور فظيعة تدل على أنهم أنهم تائهون ضائعون. ولذلك سمي الكفار ضالين، وسمي أيضا الذي ليس له تصور سليم ضالا، لأنه ضل عن الطريق ولم يعرف ما هو سبب وجوده وما هو مستقبله وما الذي سيلقاه بعد وفاته وعند البعث وما إلى ذلك من أمور. أما المسلم الذي يفهم دين الله سبحانه وتعالى ويتمعن في كتاب الله عز وجل ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بصيرا بدينه، يعرف ماضيه ويعرف حاضره ويعرف مستقبله، ولذلك يعني يصعب جدا على مثل هذا أو يستحيل على مثل هذا أن ينتحر. لما؟ لأنه يعلم أنه إذا انتحر بسبب مصيبة أو هم أو ما إلى ذلك فسيلقى ما هو أشد منه، فإذا الانتحار لا معنى له، ويعلم أنه إن فعل ذلك فإنه سيغضب عليه ربه سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، يعلم أنه ما تصيبه من مصيبة حتى الشوكة يشك إلا وهو مأجور عليها، فيصبر ويحتسب وكذا. ولذلك الذي يؤمن بالقضاء والقدر يرضى يعني على حالته ويرضى عن المصائب التي تصيبه، ما لا يرضى ذلك من كان بعيدا عن الدين ولا يعرف دين الله ولا يعرف هذه المسائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت قال صلى الله عليه وسلم ما من إنسان تصيبه سراء إلا وشكر وتصيبه ضراء إلا وصبر كالمؤمن، ولم أرى ذلك لغير المؤمن. فإذا لا يوجد هذا إلا للمؤمن الذي إذا أصابته سراء حمد الله وقال هذا خير من الله سبحانه وتعالى ولم يغتر، وإذا أصابته الضراء صبر وقال هذا بلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيصبر ويحتسب ويعلم أنه مأجور على ذلك إلا المؤمن. نعم، في السياق ذاته أستاذ حسن يعني نريد بعض الأمثلة.
مثل قضية التصورات للحياة والكون. الكثير من الملحدين والعلمانيين سواء في الغرب أو في الشرق ظلوا في الإجابة عن كثير من الأسئلة المهمة، لماذا خلق الإنسان، ما دوره في هذه الحياة. ربما الدين يعني يوجد إجابات عميقة ومؤسسة لهذه الأسئلة. في هذا السياق يعني الإسلام الإجابات التي قدمها عن بعض تصورات الإنسان، فهمه للحياة، لكينونته، لمساره، لدوره، لمآلاته من بعد هذه الحياة. يعني والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم يفصل في هذه الآية في معنى قوله إني أعلم ما لا تعلمون، ولكنه سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك وجدنا على هذه الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة حتى يعلم الصادق من الكاذب تحتاج لابتلاءات ومصائب وما إلى ذلك. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذن الموت والحياة والمصائب والكوارث وما إلى ذلك هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لينظر نصدق في إيماننا، أنصبر على ما جاءنا من الابتلاء، أم ننتكس وننكص على أعقابنا. فإذا المؤمن الذي يعلم هدف وجودي من الحياة وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل في آخر هذه الآيات التي ذكرها: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها. فدل هذا على أن الله أصلا ما خلق آدم ليبقى في الجنة، إنما خلقه للأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل خلقه، عند بداية، لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لم يقل إني جاعل خليفة في الجنة. فلذلك القرار كان منذ البداية أن ينزل الإنسان إلى الأرض. طبعا عندما أكل من الشجرة ونزل إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وإبليس وذرية آدم، من اتقى الله وعمل بأحكام الله عز وجل التي نزلت مع الأنبياء جيلا بعد جيل حتى اكتملت بالرسالة المحمدية، فإن مصيره إلى الجنة، ومن كان بخلاف ذلك فإن مصيره إلى النار مع إبليس الذي حلف ليضلن وليغوين أبناء آدم عليه السلام. طيب طبعا العلماني والملحد هذه الأمور بالنسبة إليه خرافات وأساطير الأولين، وكثير منهم لا يعتقد أصلا بوجود لا آدم ولا حواء، وعندهم أننا، وخاصة سبحان الله كما تفضلتم في بداية حديثكم يعني عند مقدمة هذا البرنامج، لأن أوروبا لأسباب تاريخية يعني كفرت أصلا بالكتب السماوية وبدينها وما إلى ذلك، فأدى ذلك إلى أن كونت تصورات جديدة عن بداية الخلق وما إلى ذلك، فذهبت إلى نظريات داروين في بداية في النشوء الترقي، وذهبت إلى نظريات غيره من في العقد الاجتماعي وفرويد وفي الشهوة وما إلى ذلك من الأمور. هذه جعلت الإنسان تافها في عين نفسه، جعلت الإنسان حقيرا في عين نفسه، جعلت الإنسان الذي لا يستفاد منه كسقط المتاع يجب التخلص منه. أصبح الإنسان الأوروبي الغربي إنسانا آليا، لا يؤمن بشريعة ولا يؤمن بقداسة النوع البشري، ولذلك استحلوا كل الموبقات والفضائع، لأنهم يرون يعني يقول ما الفرق الزواج والنكاح، يعني ما الذي جعل هذا حلال هذا؟ لم أقول يعني يقول الإنسان الغربي ما الفرق، يعني بما دام أنا ما الفرق؟ الشريعة هي التي فرقت، الشريعة والتي نزلت من عند الله عز وجل هي التي جعلت هذا حراما وهذا حلالا، هذا جائزا وهذا. يبدو أننا نعاني مشاكل فنية من المصدر، يعني سنبحث مزيدا من هذه القضايا في المحور الأول، ونتحدث إذا ما كان الدين ينفرد بتشكيل وصوغ تصورات الناس، أم أن ثمة أدوار أخرى يقوم بها مكونات أخرى مثل العلماء، المؤسسات العلمية، أو حتى التقدم العلمي إذا ما كانت قادرة على أن تشارك الدين في صنع تصورات الناس. كل هذا نبحثه بعد فاصل قصير.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، هذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع الديني والتدين، والحديث في هذه الحلقة دائما مع الشيخ حسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي. نجدد الترحيب بكم شيخ حسن. كنا نتحدث في البداية، كنت تتحدث عن قضية الأسئلة الكبرى التي أجاب عنها الإسلام وضلت عنها البشرية، سواء كان في الشرائع التي حرفت كاليهودية والنصرانية والشرائع الوضعية أو الديانات الوضعية. إذا ما كنت تريد أن تكمل شيئا قبل أن أسألك السؤال الذي بعده. يعني كنت أقول بأن العلمانيين واللادينيين والملاحدة ليس لهم أصلا تصور، بل إنهم لما شردوا من دينهم وهربوا من الكنيسة التي ظنوها هي الدين الوحيد، لم يبحثوا عن الدين الحق، فشردوا من الله سبحانه وتعالى كله، وشردوا من الدين كله، فذهبوا ينقبون ويبحثون فيما وراء ما ذكرته الكتب، فزعموا أن البشرية لم تبدأ بخلق آدم عليه السلام وما إلى ذلك. وسبحان الله، يعني الذي حدث لهم أنهم إمعانا في الهروب من الله سبحانه وتعالى جعلوا يخترعون نظريات هم أنفسهم اكتشفوا أنها فاسدة لكنهم أصروا عليها. يعني مثلا هناك أبحاث تدل على أن البشرية كلها ترجع إلى أصل واحد، إلى أب وأم أصليين، هذه تثبت ما في الكتب المقدسة. يعني ولكن لأن هذا الأمر يعني ينقض علمانيتهم وهروبهم وشرودهم من الكنيسة، يعني يغضون الطرف عنه ويدندنون حول نظرية النشوء والترقي مع أنها أثبتت أنها نظرية فاسدة لا حقيقة لها. كذلك مسألة العب من الشهوة كيفما كانت شاذة أو طبيعية، فإنهم أمعنوا في البحث عن أسباب الشذوذ الجنسي، حتى إنهم بدأوا يخترعون أشياء غير علمية ليثبتوا أن الشذوذ الجنسي هو طبيعي، ولذلك لم يعودوا يستخدمون هذا اللفظ، يقول المثلية الجنسية حتى يهربوا من كلمة شذوذ. وهذا كله حقيقة من المصادمة للطبيعة ومن الشرود من الدين، والسبب الأساسي فيه هو أن القوم هربوا من ربهم وهربوا من دينهم وهربوا من التصور الصحيح للكون، فوقعوا في تصورات فاسدة أدت بهم إلى الفساد، أدت بهم إلى الطغيان، أدت بهم إلى الدمار الشامل للعالم كله. ولذلك نجد هؤلاء القوم من أشد الناس جريمة في الكون، مع أنهم يدعون غير ذلك، يدعون التمدن والحضارة وما إلى ذلك، ولكنهم هم من أشر الناس الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هتكوا جميع الأمم الأخرى، أخذوا خيراتها، أذلوا أهلها. نعم. طيب شيخ حسن، في موضوع التصورات، ما زلنا في موضوع التصورات، وهذا سؤالي الأخير في هذا المحور قبل أن أنتقل إلى موضوع التدين وهو ربما يكون عصب هذه الحلقة. هل بمجرد النص في الوحي سواء كان قرآن أو سنة يتشكل ويصاغ تصور الإنسان وأفكاره وآدابه وأخلاقه، أم أن هناك مساعدون إذا صح التعبير مثل العلماء والفقهاء يؤدون دورا في هذا الأمر؟ مسائل الغيب التي لا نراها لا يمكننا أن نأخذها إلا من الوحي، وإلا فسنسقط في الخرافة. يعني ما الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالخرافة؟ الغيب يعني متيقن منه، جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وجاءنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لذلك حتى التصورات الغيبية لا نأخذها من أحد الضعيفة والموضوع. لما؟ لأننا إذا يعني بقينا مع الضعيف والموضوع فسنسقط حتما في الخرافات، وهذا الذي وقع لكثير من طوائف المسلمين الذين اعتمدوا على الأحاديث الضعيفة والموضوع، أصبحوا خرافيين يؤمنون بخرافات لا وجود لها، وهذا من أسباب ضلال كثير من طوائف المسلمين فضلا عن غيرهم من الطوائف. إذن مسائل التصورات، مسائل الغيب لا تؤخذ إلا من الوحي. أما
أن نأخذها من كلام العلماء ومن غيرهم فهذا يعني لا وجه له، لأن العلماء من أين سيأتون بها؟ يعني إلا أن يكون من باب التفسير الذي ينبني على اللغة وينبني على آثار يعني يعتقد أنها في الغالب ستكون مأخوذة من الوحي. يعني مثلا رأي الصحابي أو تفسير الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، صحابة عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا الوحي، فلذلك يؤخذ كلامهم على يقال هذا يعني حكمه حكم الرفع، لكن غير ذلك حقيقة لسنا ملزمين به. طيب هنا ندخل مباشرة إلى موضوع التدين، وهو الموضوع المهم جدا في هذه الحلقة. دكتور، أنت قلت أن الأستاذ حسن، أنت قلت بأن الوحي ومسائل الغيب هي فقط من الوحي، لكن حتى في قضية مسائل الغيب ثمة من تدين بتدين غيره من الأشخاص. مثلا الإمام أحمد بن حنبل يقول في قضية القدر، يقول أن القدر هو القدرة، وهذا أعجب كثيرا الإمام ابن قتيبة، بينما ذهب المعتزلة وفرق منهم وتحديدا القدرية بنفي القدر، وأن الإنسان يمتلك أفعاله بنفسه بمعزل عن قدرة الله. يعني هذه المسائل الغيبية اختلف فيها المسلمون، فرق ضلت وفرق التزمت أهل السنة والجماعة. التدين هنا كيف يكون؟ ما علاقة التدين بالدين؟ هو حقيقة الفرق التي افترقت عن السنة إنما فرقها أنها خالفت ما كان مجمعا عليه بين الصحابة والتابعين والكبار الأئمة. فالمعتزلة أصلهم من القدرية الذين ظهروا في البصرة، وأول من قال بالقدر كان معبد الجهني وغيره من أهل البصرة، وكان من صغار التابعين، لم يكن من كبار العلماء ولا من الأئمة، وأنكر عليهم الصحابة. أول من أنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. طيب أرجو المعذرة عن المقاطعة شيخ حسن، يعني حتى لا تفهم أن سؤالي متعلق بموضوع المعتزلة، إنما متعلق بالتدين. التدين. نعم فهمت. أحببت أن أقول إن أي رأي فاسد أو أي بدعة في الاعتقاد إنما نشأت لخلافها لما كانت متفقا عليه بين المسلمين، سواء كانوا صحابة أم تابعين أم أئمة. لن تجد رأيا شاذا إلا وهو كذلك، ولا يمكن إلا أن يكون كذلك. فالإمام أحمد رحمه الله إنما أخذ عن كبار الأئمة الذين سبقوه جيلا بعد جيل حتى وصل إلى جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعتزلة عمن أخذوا آراءهم؟ والمعتزلة حقيقة هو يعني صراحة مسائل القضاء والقدر وما إلى ذلك إذا جئت لتتعمق فيها فإنك لا بد ستقف عند حد لا يمكنك أن تتجاوزه، لأن هناك ولذلك قيل القدر سر الله في كونه، القدر سر الله في كونه، لا يمكن أن تصل إلى مكان معين وتفهم كل ما في القدر. ولذلك كان بعض مشايخنا يقولون لنا القدر هو من قدرة الله عز وجل، فإذا كنا لا نعلم الله عز وجل سنعلم حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. فيعني هذا يدخل في هذا. نعم. طيب شيخ حسن، يعني في موضوع التدين كيف يكون التدين؟ ما الذي ينبغي عليه أن يكون التدين؟ وهل أشار الإسلام أو نص أو حث على أنموذج واحد ثابت مثالي محدد للتدين؟ لا، يعني مسألة النموذج الموحد، هناك ثوابت يجب على الجميع أن يؤمنوا بها ويعتقدوها. يعني مثلا الصلوات الخمس هي صلوات خمس يجب أن يصليها الناس، أركان الإسلام الخمسة يجب على جميع المسلمين أن يلتزموها سواء كانوا في ماليزيا أم في الشام أم في المغرب، يعني لا يوجد فرق بينهم في هذا الأمر. لكن مسائل اللباس، العادات، التقاليد وما إلى ذلك من الأمور، هذه مسائل الباب فيها مفتوح، حتى قرر العلماء رحمهم الله قواعد من هذا، من العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا وما إلى ذلك من القواعد الفقهية التي استنبطوها وبنوها على هذه القواعد التي هي قواعد عظيمة. ولذلك اختلفت آراء الفقهاء رحمهم الله من بلد إلى بلد، والسبب في ذلك هو تغير العادات والتقاليد وتغير الظروف، وليس لأن الدين يتغير، الدين ثابت في أصوله ثابت، لكنه تتغير التقاليد، تتغير الأحوال، تتغير. لذلك لا يمكن للإنسان أن يأتي مثلا في بلاد ويلزمهم بلباس معين ليس في البلاد الأخرى، لا. ولذلك اختلفت ألبسة المسلمين من بلد إلى أخرى، وفي كل بلد يعني هناك مسحة لها تعلق بالعادات والتقاليد وما إلى ذلك. فلذلك لا يوجد شكل معين من التدين في كل شيء، إنما الأصول واحدة وبعد ذلك يختلفون.
طيب يعني حتى نفهم التدين أكثر معك شيخ حسن، كيف يتفاضل الناس عند الله سبحانه وتعالى بتدينهم؟ صحيح أنه سبحانه وضع التقوى كميزان للتفاضل، لكن في تدين الإنسان كيف يحقق التدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ أما التدين الخلاف فيه فكما ذكرت في بداية هذه الحلقة أن ما يقع في القلب، ما يقع في القلب من الإيمان بالله وتوحيده وجلاله وعظمته ومحبته والرغبة فيه وما إلى ذلك، الناس ليسوا متساوين في هذا الأمر. يعني هناك قد يصلي المرء وبجواره شخص آخر وفي الظاهر هما سيان، ولكن الواقع أن هذا في الدرجات العلى وذاك في دنياه يسرح في تجارته وما إلى ذلك، وذاك مع الله سبحانه وتعالى. كذلك كما قيل: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بما وقر في قلبه. كذلك يقال الأعمال: من كان كثير الصلاة والصدقة والصوم وما إلى ذلك هو لا شك أفضل ممن كان أقل من ذلك إذا كان في الإيمان في القلب سواء. وهكذا الناس يتفاضلون في الأعمال، يتفاضلون في الأقوال، يتفاضلون في الاعتقادات الداخلية في داخل قلوبهم. ولذلك لا يمكن للمرء أن يحكم على الناس إلا يعني أنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن الحكم عليهم حكما قطعيا بما سيكون نصير يعني مآلهم يوم القيامة هذه يستحيل. لأنه إذا علمنا أن رجلا يوم القيامة نجا ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، مع أننا جميعا نقول لا إله إلا الله، فما الذي جعل بطاقته تطيش معها صحاف الذنوب والمعاصي وبطاقة غيره لا تطيش معها مما وقر في قلبي ونحن لا نعلم ذلك؟ كذلك البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، هل كل يعني البغايا يسقين الكلاب والقطط والبهائم يغفر الله لهن، أم هو أمر حصل لها لأمر وقر في قلبها وإيمان منها؟ لا شك أن المسائل ليست كما يمكننا أن نتخيلها، أمر أعظم من ذلك. يعني تبقى هناك أشياء هي ليست في يدنا لنحكم بها، نحن نحكم ونتكلم ونبين، لكن هناك تفاضل عظيم بين الناس بما يقر في القلب بالأعمال بالأسرار. قد يكون للإنسان أسرار بينه وبين الله لا يعلمها أحد، صدقات معينة، عبادات معينة لا يعلم بها أحد، وهذه تجعله في عالم وإن كان في الظاهر إنسانا عاديا. لذلك حقيقة لذلك نحن أمرنا أن لا نزكي إنسانا، ولكن نقول نحسبه كذلك والله حسيبه. لما؟ لأننا لا ندري ماذا يكون منه. وكذلك يقال قد يكون الإنسان ذنوب ومعاصي نحن لا نعلمها، قد يكون يعني في عنده رياء وسمعة وكذا، فلذلك نحن علينا الظاهر والله يتولى السرائر. طبعا هنا ليس في مجال الحكم على الناس، ولكن شيخ حسن حتى يتحقق المسلم من تدينه وأنه يؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ما الخطوط الأساسية أو القواعد الأساسية؟ يعني الناس تسأل كثيرا في مسائل الفقه في أدق التفاصيل، لكن هل يلزم من حصول التدين الصحيح أن يتعلم الإنسان في مسائل العقيدة بنفسه لا يرثها عن شيخه، هذه واحدة، أو أن الإنسان يجب أن يتعلم الإجابة عن الأسئلة الكبرى في الحياة: لماذا خلقنا الله؟ وماذا مآلنا بعد ذلك؟ وما دورنا في هذه الحياة؟ ما الحدود الدنيا التي ينبغي أن يدركها المسلم حتى يحقق تدينه ولا يكون تدينه عبثا إذا صح التعبير؟ طبعا هو لا شك أن الإنسان كلما تعلم وتعمق كلما كان أقرب إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا شك أن العالم بالله يعني والذي يعلم أعظم من الذي لا يعلم من الجاهل. لكن بعد ذلك هذا ليس كفيلا لوحده بأن ينجي صاحبه، لأنه كم من عالم ولكن لا يعمل بعلمه. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: قيل يا أبا علي ما أحسنه، ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لله لم يقبل. قال: والصواب أن يكون على السنة، والمخلص أن يكون لله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون رياء ولا سمعة. فلذلك أول شيء على المرء أن يفعله هو أن تكون عباداته ويكون تدينه موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخترع من عنده دينا ويلتزم به. هذه واحدة. الثانية وهي أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن كل عمل
لأن كل عمل لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء. لذلك الشرك الأصغر الذي هو الرياء والسمعة وما إلى ذلك، هذا يفسد العمل. ثم بعد ذلك الإنسان كلما ازداد عملا وازداد علما فإنه يعلم أمورا ويقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره. لا شك أن العالم المتقي لله الملتزم بالسنة هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من جاهل، يعني لم يطلع ولم يتفقه ولم يعلم أحكام الله ولم يعلم معاني كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجرح أفكار المسلم في تدينه إذا ما حصلت فكرة في رأسه أو تصورا معين أو نحى منحا فكريا محددا، هل يجرح ذلك في تدينه ويؤاخذ من ثم؟ يعني هناك مسألة يعني ذكرتموها قبل أن يعني قبل سؤالكم السابق والآن يعني انتبهت لها، وهي: هل يجب أن تكون عقائد الناس مأخوذة عمن سبقهم أم يمكن الإنسان أن يخترع من عنده؟ لا، طبعا لا يمكن الإنسان أن يخترع من عنده، لأن هذا الدين، هذا الأمر دين، والدين لا يؤخذ إلا من مصادره، والمصدر لا يمكنك أن تأخذ عنه وتفهمه إلا عن طريق ما اتفق عليه الصحابة والتابعون الأئمة. إذن هذا الأمر يجب أن يؤخذ عن أصحابه، يعني العلماء الربانيين والذين طبعا العلماء ليسوا معصومين، لكن بجميع الأحوال عندنا الكتب التي فيها ما اتفق عليه العلماء، وفيها معاني كتاب الله عز وجل، وفيها معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لي لا يمكن للإنسان أن يخترع من عنده أمورا ثم يجعلها من طبعاً الدين. يعني مثلا ليس السؤال عن 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 يخترع أو يأتي بأفكار أو عقائد جديدة، وإنما عن كيفية اعتقاده هذه العقائد، هل يرثها أم أنه ينبغي أن يفقهها ويتعلمها ويغوص فيها بنفسه؟ لا، أي طبعا هذا أمر آخر، لا شك. يعني كما قال أحد العلماء: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو عن ترديدي. الإنسان الذي يأخذ عقائده بالتقليد فقط فهو يعني سريع، يعني بسرعة قد يعني هو مدعاة لأن يتركها بسرعة، لأنه مقلد، والمقلد ليس على يعني على ثبات من دينه، ليس راسخ العلم فيما يتدين به، لكن الذي يفهم الأمور ويأخذها عن علم وفهم بعد أن أخذها، يعني قد يكون أخذها تقليدا منذ صغره لكنه تفقه ودرس وراجع الكتب. أنا لا أتحدث عن يعني لا يمكن للإنسان لجميع الناس أن يصبحوا علماء أئمة، هذا غير معقول. لكن هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة. اليوم أصبح لدينا من يجادل في الضرورات. يعني أنا أعطيكم مثالا، أصبح لدينا كثير من الناس اليوم ومن المتدينين وممن نشأ في حركات إسلامية مع الأسف يقول بأن الكافر اليهودي أو النصراني أو حتى إنهم رجوا للملاحدة أن يدخلوا جنان النعيم، وهذا لا شك أنه مخالف لقطعيات الدين، مخالف يعني لما هو معلوم من الدين بالضرورة. كذلك أصبحنا يعني الناس تجادل في مسائل يعني حقيقة يعني غريبة، يعني هي من قطعيات دين الله عز وجل، هي من الأمور التي علمت من الدين بالضرورة، لكن السبب في هذا كله هو البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن تفهم كتاب الله عز وجل. في مسائل العقيدة ذكرت نقطة مهمة، يعني واستشهدت ببيت شعر بأنه حتى لا يكون التقليد ترديدا وحتى يثبت الإنسان على إيمانه، وخاصة في مسائل العقيدة، ولا يقلد أحدا سواء من العلماء أو من المفكرين، ما الذي ينبغي عليه المسلم في مسائل العقيدة والاعتقاد أن يقوم به حتى يكون إيمانه إيمانا صحيحا ليس مقلدا وليس مرددا؟ يجب أن يتعلمها ويرجع إلى أدلتها ويفهمها. أما مجرد التقليد هكذا فهو يعني بأسرع وقت يمكن أن تهزه أي شبهة. ولذلك نجد كثيرا من الشباب يعني كانوا ملتزمين صالحين وكانوا مستقيمين، جاءت شبهة واحدة نسفت كل دينهم فارتدوا والعياذ بالله وأصبحوا ملاحدة وما إلى ذلك. السبب أنهم كانوا مقلدين، يعني جاءت هبة إيمانية فهب معها وبدأ يصلي وكذا إلى آخره، لكنه لم يكن راسخ القدم في العلم، فبسرعة لما جاءته الشبهة أسقطت كل البناء الذي كان قد بناه.
فكذلك أي إنسان، طبعا البقية يعني تبقى هناك، يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى طريقه، يعني قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن نحن نتحدث عن الأمور يعني الواضحة. الأمور الواضحة أن الإنسان إذا لم يكن راسخ القدم في دين الله عز وجل، بمعنى يطالع يقرأ، إنسان يعني لديه وقت يملأ فراغه بأمور هامة جدا وهي معرفة دين الله عز وجل، وهو لو قرأ تفسير كتاب الله وتفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرف أصول العقيدة. أنا لا أتحدث عن المسائل العلمية التي يتحدث بها الأئمة الكبار، خلافات ما بين المسائل الدقيقة التي يختلف فيها طوائف المسلمين، لا، أنا أتحدث عن الخطوط العريضة التي لا يسع الإنسان أن يجهلها، لا يسع الإنسان أن يجهل من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسع الإنسان أن يجهل الله سبحانه وتعالى، لا يسع الإنسان أن يجهل ماذا سيكون مصيره بعد دفنه ويوم القيامة والجنة والنار ومن هو المؤمن ومن هو الكافر إلى غير ذلك من الأمور. هذه أمور يعني يجب على كل مسلم أن يعرفها بأدلتها. طيب لو عدنا إلى السؤال الذي سألتك عنه وذهبنا إلى أماكن أخرى، ماذا عن الأفكار؟ إذا ما نحى الإنسان منحا فكريا معينا، هل يجرح هذا في تدينه؟ وأعطيك مثالا، بعض المفكرين الكبار، الفقهاء الكبار في عالمنا الإسلامي الآن معاصرين لنا، تحدث عن أن قضية الدولة في الإسلام ليست من المسائل الأساسية، دولة الإسلام وإقامة الدولة المسلمة بمعنى الحكم، الهيمنة على الحكم، فقال أن هذه من المسائل التي ليست من المسائل الأساسية والملحة في الإسلام. لا أريد أن أبحث هذه الفكرة معك بقدر ما أريد أن أبحث هل هذه الفكرة وأمثالها التي ينحو فيها المسلم في تدينه منحا معين تجرح في تدينه؟ إن كان يقصد أن الإسلام لم يأتي ليحكم فلا شك أن هذا يجرح في التدين، بمعنى إن كان يظن أننا لسنا مكلفين بأن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية، زمين بأن نسعى إلى ذلك مع تعطيلها في أغلب بلاد المسلمين، فلا شك أن هذا يقدح في التدين، لأن هذا معناه أنه لا يؤمن أن أحكام الله عز وجل يجب أن تطبق، مع أن الله عز وجل ما أوحاها وأنزل في كتابه. هو يؤمن تطبق. ويقول بأن 90% من أحكام الشريعة مطبقة في عالمنا الإسلامي من زكاة وصيام وحج وعمرة وميراث إلى آخره. لا يعني أنا فهمت ما تفضلتم به، لكن أنا الآن يعني أجيب باحتمالات. نعم. لا أتحدث عن شخص بعينه. نعم. أنا أحتمل من قال هذا الكلام يحتمل أنه قال هذا المعنى، ويحتمل أنه لا، أراد أن يبين للناس بأن الحكم وحده ليس هو الحل، وأننا يجب أن نلتزم داخليا بديننا ونطبقه في أنفسنا ونسعى لأن نكون صادقين مع أنفسنا قبل أن نتحدث عن الأمور العظمى وهي الحكم وما إلى ذلك. لكن في جميع الأحوال الحقيقة هذا الكلام في جميع الأحوال فيه نظر، حيث إن الله سبحانه وتعالى لما قال إني جاعل في الأرض خليفة معناه أنه كلام عام يدخل فيه الخلافة في الحكم والخلافة في الأرض في جميع الأحكام وما إلى ذلك، وهو من أوائل ما يدخل. يعني حقيقة هناك أحكام شرعية، القول إن 90% حقيقة من الأحكام الشرعية مطبقة هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح بتاتا. أين أحكام الله عز وجل التي تطبق في القانون المدني؟ وأين أحكام الله عز وجل التي تطبق في القانون الجنائي؟ وأين أحكام الله عز وجل التي تطبق؟ ثلاثة أرباع الشريعة معطلة، كيف يقال إن 90% من أحكام الله عز وجل مطبقة؟ يعني لو جئت لو أخذت كتابا فقهيا، أخذنا كتابا فقهيا ونظرنا إلى الأحكام، ربع العبادات وبقية الأحكام أين هي؟ ربع هو للعبادات، إذا بقية الأحكام أين هي؟ لذلك كثير من الأحكام لا يمكنها أن تطبق إلا بالسياسة والحكم، فلذلك القول بهذا حقيقة فيه نظر. نعم. إلا إن كان يقصد كلاما معينا. نعم. طيب عودة على موضوع العبادات والعادات، العادات والتقاليد التي تحدثنا عنها قبل قليل، أحيانا بمرور الزمن تتحول العبادات إلى أعمال آلية وتصبح أشبه بالعادات والتقاليد. السؤال هو هل من المقبول شرعا أن تكون العبادات عادات وتقاليد، أو بكلمات أخرى هل تبقى العبادات كذلك، تبقى عبادات إذا ما تحولت إلى عادات وتقاليد؟ الحقيقة نص العلماء على أن العبادة إذا فرغت من معناها التعبدي وأصبحت تقليدا محضا فإن الإنسان
قد لا يؤجر عليها. الإنسان يفعل الشيء تقليدا محضا لأنه وجد بيئته تفعلها والناس جميعا يفعلونه، وموضوع الدين غير حاضر. ولذلك بالمناسبة هذا الأمر حدث في القرون الأخيرة، كان الحجاب تقاليدا، كانت مظاهر اللحية واللباس وهي تقاليد، كانت كثير من الأمور تقاليد. ولذلك لما اصطدم المسلمون بالحضارة الغربية تساقطت التقاليد. وكما أنا يعني مرة كنت أناقش امرأة في هذا الموضوع فقالت لي كما أزلتم أنتم العمامة وما إلى ذلك، ما المانع أن نزيل نحن الحجاب؟ جعلت العمامة التي هي ليست جزءا من الدين، يعني سواء يعني الرجل ليس ملزما أن يلبس عمامة لكن الحجاب الشرعي واجب، فجعلوا هذا كهذا هو جعله عادة محضة. فلما فرغ الدين من معناه التديني وأصبح مجرد عادات سهل على الناس أن يتخلوا عنه. لكن وهذا عندما أصبح فرغ دينا حسن فرغ الدين من معناه، يعني هذا أمر مرتبط ربما إلى بطبيعة التدين بالوعي وبالنية، أليس كذلك؟ بلى بلى. ولذلك هذا واجب العلماء أن يذكروا، يعني هي كون التدين يصبح عادة هذا جيد، لكن يبقى يعني يبقى المعنى الديني حاضرا، وهذا واجب العلماء أن يذكروا الناس يا جماعة هذا من الدين. مثلا عيد الأضحى مثلا في بلادنا الناس تضحي عادة، لا يصلي ولا يصوم ولا لا الصيام عندهم متشددون فيه، لكن لا يصلي ويسب الدين وكذا، لكن إذا جاء العيد يجب أن يضحي. طيب هذا أصبح عادة لأنك أنت تتعامل بالربا وتشتري الخروف بالربا ثم تضحي، هذه ليست عبادة. لكن إذا ذكر الناس قالوا يا جماعة هذا تأديد وهذه أحكام وما إلى ذلك، فإن الناس ترجع دائما إلى فهم ما تفعله. وكذلك يقال في الحجاب الشرعي، وكذلك يقال في سائر الأمور التي أصبحت عادة في بلاد المسلمين. فإذا كونها عادة جيد لأنها ترسخ في الناس، لكن أن تبقى عادة ولا يستحضر الدين فإن الإنسان لا يؤجر عليه، وبسهولة يمكنه أن تأتي عادات أخرى وتمحوها، يقول الله هذه عادات وانتهت الأمر. وليك من الخطأ أن يأتي الإنسان ويقول الناس يا جماعة نحن ليس من عادتنا أن يمشي الشاب مع الشاب، يا أخي عادة كانت ولا انتهت، يجب أن تقول هذا حرام لا يجوز، لأنك إذا ذكرت العادة فالعادة بسهولة تذهب، لكنك إذا قلت لهم هذا دين وهذا الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قداسته تظهر. وليك من الخطأ تماما أن يقال هذا ليس من عاداتنا وتقاليدنا. وقد نبه على هذا بعض الكتاب الإسلاميين وبينوا أن هذا من الخطأ الذي يفعله كثير من الناس عندما يتحدثون عن الدين وكذا، يقولون العادات عاداتنا وتقاليدنا. طيب العادات والتقاليد تتغير وانتهى الأمر. أخذنا سريعا إلى أنماط التدين الحاصلة اليوم في واقعنا الراهن، وإلى أي مدى هي قريبة من تحقيق التدين المطلوب شرعا؟ نبحث هذا الأمر بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم شيخ حسن. يعني نبدأ في هذا المحور الأخير من حيث انتهينا في المحور الذي قبله، تحدثت عن أن بعض العبادات صارت عادة. اليوم هناك إقبال كبير على شعائر الإسلام وعلى التدين وعلى الحج والصلاة والعمرة، والمساجد تمتلئ كثيرا، وهذا شيء طيب، لكن إلى أي مدى المتدينون في وقتنا الراهن يحققون المقصد من التدين أو يقتربون من الصورة المثلى للتدين؟ أنا ما أخشى أن يقف المتدينون المعاصرون عند الشكليات ولا يغوصوا في الحقائق. ومعنى أنك قد تجد المرأة في ظاهره متدينا وعليه سيمة أهل الدين ويتحدث بكلام المتدينين ويهتم بالشعائر التعبدية وما ذلك، لكن إذا جئت للتعاملات تجده يعني خلوا وفارغا، وهذا لا يمكن.
هذا لا يعني لا يكون، لأن التعامل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق والدين المعاملة. فإذا يعني الإنسان إذا تعامل تعاملا سيئا مع الناس، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من الصلاة والصوم وهي تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وسئل عن أخرى لا تكثر من الصلاة والصوم لكنها تحسن إلى الجيران، قال هي في الجنة. إذا العمدة ليست على الشكليات ولكن على الجوهر، وهذا لا يعني إهمال مظاهر التدين لا، ولكنه يعني عدم الوقوف عند مظاهر التدين ونسيان الحقائق. فإذا الصدق في المعاملة، احترام المواعيد، الإخلاص في العمل، الإخلاص الصانع يخلص في صنعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذه المعاني كلها يعني يعيب، يعني من المعيب جدا أن تجد المتدين كلما زاد في مستواه التدين الظاهري كلما كان أنزل في تعاملاته. هذا خطأ فاحش. معنى هذا أن فهمنا للدين مقلوب وخطأ، يعني يقف عند الشكليات ولا يغوص عند الحقائق. أين الخلل شيخ حسن برأيك؟ الخلل هو في سوء فهم الدين، أن هذا الشخص ضخم بعض المظاهر ثم جاء إلى الحقائق فأهملها ولم يبه بها، مع أن تلك أهم مما اهتم به. فتجده يدخل في معارك طاحنة في مسائل صغيرة ويترك الأمور العظيمة التي هي الإخلاص والأمانة والصدق وما إلى ذلك. لا شك أن هذا السبب فيه هو أنه تلقى دينه بطريقة غير سليمة، إما لأن الذي علمه لم يركز على المفاهيم الحقيقية، وإما أنه لم يفهمها جيدا، وإما أن بيئته اهتمت بأمور وتركت أمورا أخرى، وهكذا. وفي جميع الأحوال هو بسبب خطأ في التلقي أو خطأ في الفهم. طيب، يعني عندنا 3 دقائق أخيرة في هذه الحلقة، أتركها لك تتحدث فيها عن موضوع هذه الحلقة، الدين والتدين، مما لم يرد السؤال عنه في ثنايا هذه الحلقة. هو الحقيقة يعني حتى نختم بخير الأمور، أن نحن الحقيقة جاءتنا هبة إيمانية صادقة، وكان من نتائجها أن كثيرا من الناس الحمد لله رجعوا إلى الله عز وجل، ورجعوا إلى فهم سليم للدين، لأنه من القرون المتأخرة المتخلفة ران على الدين مفاهيم فاسدة وخرافات، يعني دخل في الدين التقاليد والخرافات والتصورات الفاسدة. لكن لما جاءت الصحوة الإسلامية ويعني والصحوة الإصلاحية وما إلى ذلك، الناس حقيقة فهموا كثيرا من مسائل الدين التي لم تكن مفهومة جيدا أو التي لم يركز عليها السابقون. لكن مع الأسف الشديد حصل لنا ما حصل لغيرنا من أمم الأرض، أنه طال علينا الأمد فقست قلوبنا، وأعوذ بالله أن يكون كثير منا فاسقين. فيعني بدأنا نرى كثيرا من الناس حتى هذه الشكليات التي كانوا يهتمون بها، أو كثير من الأمور الحقائق التي كانوا يهتمون بها، بدأنا يعني نتأثر بضربات العلمانيين وبتهجمات أعداء الدين وملاحدة وما إلى ذلك، وخاصة يعني خاصة بعد الربيع العربي الذي حدث والنكسة التي حدثت بعد ذلك، كثير من الناس حصل لهم نوع من القنوط ونوع من الركود، فأدى بهم إلى كثير من الانتكاسات أو الفشل، يعني حصل لهم نوع من الفشل النفسي، فبدأنا نلحظ تكاسلا وتراجعا عن الدين. حقيقة نحن أمام امتحان حقيقي، هل نصدق في تديننا ونثبت أم أننا ننهزم ونفشل؟ نسأل الله أن تكون الأولى. نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع السادة المشاهدين. أشكرك أستاذ حسن بن علي الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة وطيبها وحسنها. دمتم في حراسة الله.